اليوم السادس عشر من شهر هاتور، لذتي في بني البشر. اليوم أبدأ رحلة الصعود على الجبل والتمتع بشركة الحب معك يا إلهي، فأعني يا رب لكي أصل إليك وأتمتع بك وأتلذذ بعشرتي معك. خلص عبدك المتكل عليك، فرح نفس عبدك، هبني طفولة روحية حقيقية أرتمي في أحضانك وأنال من اتضاعك ووداعتك وتلقي أحمالها عند قدميك حاملة نير صليبك الهين وحملك الخفيف. هبني أن أنسى وأبغض كل شيء حتى نفسي أيضا، تاركا كل همومي كي أكون ملحا جيدا. ملحني أنت بنار حبك، هبني الصبر والإيمان في امتحانات وشدائد الطريق في هذا الزمان اليسير، واملأني بالإيمان والقوة. هبني أن أترك كل ما مضى وأحيا حياة جديدة في سهر وصلاة وتوبة حقيقية. ربي يسوع، أنت تعلم مدى شوقي إليك، فأعني وابدأ معي وكمل معي يا محب البشر.